السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة تركيا دليس. اقتراح ديال اليوم عبارة على غلاس سهل مهل، غلاس بالبيستاش رائع وهائل في المذاق وحتى في المنظر، كيوجد في الحين مقادير متوفرة في كل بيت. ما نطولش عليكم، يلا معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. فضلا وليس امرا على الاشتراك في قناتك يا دليس مع تفعيل الجرس مع لايك وتعليق جميل للاستمراريه وتشجيع القناه، وما تنساوش تبارطاجيو القناه مع الاحباب والاصحاب، ولكم جزيل الشكر. لهذا الوصفه غادي نحتاجو 200 مللتر ديال لاكريم فريش، 40 غرام ديال السكر ثقيل ولا سكر غلاس. هاد العنصرين هادو ممكن تعوضوهم بلا شانتيي، ساشي ديال لا شانتيي تخدموها مع كاس ديال الحليب بارد. غادي نحتاجو كذلك ياغورت طبيعي، ساشي ديال الفلون ديال البيستاش، لاغوم ديال البيستاش اللي ممكن تستغناو عليها، وكذلك ملون اخضر. غادي ناخذ الريسيبيون ديالنا وغنديروا فيه هاد لاكريم فريش وغادي نخدموها. مع سكر ثقيل ولا سكر غلاس اللي غادي نبدا نزيد فيه بشويه بشويه. كيف ما سبق ليا وذكرت، ممكن تعوضوا هاد لاكريم فريش وهاد سكر غلاس بلا شانتيي، كتجي رائعه بها هاد الوصفه ولا هاد الغلاس. انا غير ما لقيتش لا شانتيي هنا واستعملت لاكريم فريش هي اللي خدمتها مع السكر باش ندير هاد الغلاس. هذا نبقاو نخدمو في هاد لاكريم فريش حتى كتعقد وكتولي عندنا بهذا الشكل. هذا غادي نزيدو دابا المقادير اللي باقيين عندنا. ياغورت طبيعي، ونزيدو كذلك الفلون ديال البيستاش. انا هاد الفلون عندي محلى فيه السكر، ولا كان عندكم مسوس ممكن تخدمو لاكريم فريش ب 60 غرام ديال سكر غلاس. غادي نزيد المنكه ديال البيستاش غير شويه، وغادا نزيد كذلك لو كولورون فير باش يعطيني اللون ديال البيستاش، وغادا نحرك بالطراب اليدوي من الفوق لتحت حتى كتخلط عندي العناصر مزيان. هاد الكلاص كيجي هائل ورائع وما كيطلبش بزاف ديال الوقت. الوقت كيستغرقو فقط في الكونجيلاتور، يعني كنخليوه مده ساعتين ولا ثلاثه السوايع. ودابا رمضان جاي نصيبوه النهار على اساس باش ناكلوه في الليل وحتى في فصل الصيف غادي ينفعنا. نستمر بنفس العملية حتى كتخلط عندي هاد العناصر كاملة. وغادا ناخد هاد المول على هاد الشكل هذا، نتوما وعلى حساب اللي متوفر عندكم في المنزل ممكن تختاروا مول اللي بغيتو، ممكن تختاروا عائلي الى فضلتو. وغادا نبدا نعمر في هاد المولات على هاد الشكل، قياس جوج معالق في المول، جوج معالق كبار حتى كنسالي هاد العملية. وغادي نضربو بالمول باش الكلاص يشدينا بلاصتو وميبقاوش عندي هادوك الخويات في الكلاص. هاد لاكونتيتي هادي خرجت لي 4 ديال المولات وواحد شوية. ولا بغيتو تضاعفوا الكميه ضاعفوا المقادير. غدا نقاد هاد لي كلاص بسباتول، وغدا نزيد نعمر المول اللي باقي ليا بلا كونتيتي لي شاطلي. وغدا ندخل الكلاص للكونجيلاتور مده ساعتين او ثلاثه السوايع ونعاودو نتلاقاو. الكلاص ديالنا ها هو وجد، غادا نديمو ليه
راه سهل في الديمولاج كيكون على هذا الشكل هذا. وغادي نحطو في طبق التقديم وللتزيين انا غادي نزين بسوريز كونفي وتزين دائما كيبقى اختياري. وغادا نزيد فوق منهم اوراقات ديال النعناع باش يعطيني لوينات باينه وعاطيه للعين. وخلاص نتوما ممكن تزينوا باي حاجه متوفره عندكم في المنزل وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكلاص ديالنا. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وكنتمنى انكم تشجعوني لان فعلا فعلا محتاجه لتشجيعاتكم وتعليقاتكم كتهمني بزاف سواء سلبيه او لا ايجابيه. في انتظار الوصفات اللي نتوما بغيتو ان شاء الله باش نحضرها في القناه. ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم ولا بالتعاليق ديالكم. بارطاجي مي فيديو مع العائله ومع الاصدقاء لتعم الفائده. ولكن انتو اول مره كتشوفوا قناه ركيا ديليس عملوا الاشتراك ضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. والى اللقاء ركيا ديليس.